الجوائز انني غادي نشكر واحد الشخص نيابه على الجميع اللي لولاه ما كانت هذه الجمعيه اصلا تبدا بعد العمل ديالها. فانا كنشكر كثير الدكتور بن حسو لان المجهود ديالو باش وقفنا فالدعم ديالو الاول هو كان السبب الرئيسي. كما ما كنساش نشكر السيد رئيس الحاج الكيلاني لان لولا هذا المكتب الرائع اللي كان معنا في الحقيقه ما كناش نبداو من الاول. ونشكر الاستاذ علي سكات اللي حاضر معنا لانه هو اللي لونس البذره الاولى في هذه الرياضه هذه. ونتمنى التيسير ونتمنى دائما المزيد من العطاء. كنشكر زبيده بزاف التيمونيا وكنت على هادشي كامل. فانا ما كنحتاج الشكر لان انا هذا العمل انا قمت به لانني مامنه به وانا في وجه هاد الوليدات في وجه ولادي كاملين. لان انا بغيت هاد الرياضه ان شاء الله تمشي بعيد وتنتمنى من جميع المسؤولين اللي حاضرين واللي غايبين انهم يدعموا هاد الوليدات يدعمونا ويدعمونا بزاف. كما كنشكر دائما هاد الناس المؤسسه بعدا اللي فتحوا الباب ديال المؤسسه ديالهم لينا. فتنشكر المدير والاعضاء ديال الجمعيه كلهم وعلى راسهم استاذ شريف سرير والحاج مرتاح الله يرحمه.